بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة هنكمل Lecture 4 Chromatography. زي تعودنا هنتكلم ال Pain Points اللي هنتكلم فيها في المحاضرة دي. لو تفتكروا المحاضرة اللي فاتت كنا بنتكلم على ال HP اللي سي ان انسترومنت، تكوين جهاز ال HP، واتكلمنا على Solvent Reservoir والديجازر. ولو تفتكروا كنا قلنا في السولفنت ريزرفوار ان هي بتبقى الكونتينر اللي بيتحط فيها السولفنتس او الموبايل فيز، وان هي بيكون الفلو ريت ممكن يتغير او ما يتغيرش، او الكومبوزيشن بتاعت الموبايل فيز تفضل ثابته خلال اليوشن او تتغير. وده الفرق بين الايزوكريتيك اليوشن والجريدينت اليوشن. وقلنا ان الايزوكريتيك بيبقى نسب الموبايل فيز فيه ثابته، وبيحصل بامبنج للموبايل فيز بتبقى كونستنت ديور الالوشن. انما الجريدينت يا اما اغير نسب الموبايل فيز يا اما اغير الفلو ريت ديورينج الالوشن، تمام. ولو تفتكروا الديجازر، قلنا الديجازر ده جهاز بيتحط بعد السولفنت ريزرفوار عشان يشيل كل الاير بابلز وهي داخله عشان ما تدخلش على الكولوم. ولو نفتكر ان احنا قلنا بنشيل ده ليه، علشان ما يحصلش كريكينج للكولوم، الكولوم ما يبصي، او ان يحصل برودنج للبيك نتيجه وجود اير بابل جوه الباكينج ماتيريال. ده كان الجزئين الكفرد في المحاضرة اللي فاتت. هنكمل المحاضرة دي برضو شوية، مش هنخلص كل ال HPLC، لكن الجهاز بتاع ال HP، لكن هنتكلم المرة دي على البامب وعلى السامبلينج السامبل انتروديوسينج سيستم وعلى الاستيشنري فيز. في الاستيشنري فيز هنتكلم على الكولم وعلى البري كولم، تمام. دي التوبكس الأساسية اللي احنا هنكفرد في المحاضرة دي. لو تفتكروا ده كان الرسم التفصيلي لجهاز ال HP. نراجع كده مع بعض بسرعة. كنا بنتكلم على number one solvent reservoir، يلي الديجازر، يلي البامب، وبعد البامب بيجي ابتدي اعمل introduction للسامبل بتاعي. السامبل تبتدي تدخل على السيستم في الانجكشن بورت، والسامبلز بدخلها بسيرنج. اول ما بتدخل على السيستم تدخل بعد كده على الكولم او الاستيشنري فيز، ومن الاستيشنري فيز يحصل ديتكشن للمواد اللي طالعه، واخيرا يحصل ديسبلاي او يحصل بشوف النتائج بتاعت السيبريشن عندي دي. وقلنا اتفقنا ان احنا كفرد المحاضره اللي فاتت السولفنت ريزرفوار والديجازر. النهارده هنبتدي نتكلم على الثلاث اجزاء اللي بعد كده، اللي هم البامب والانجكشن بورت او السامبلينج انتروديوسينج سيستم، وتالت حاجه ستيشنري فيز في ال HPLC. طيب اول حاجه هنتكلم فيها البامب. البامب دي بتعمل ايه؟ وظيفتها الاساسيه، احنا اتفقنا ان في ال HPLC ده هايلي بيرفورمانس كروماتوجرافي، ان الكولم فيه بنحاول ان هو نخلي الاستيشنري فيز السطح بتاعها عالي، فبالتالي محتاجين بامب علشان تقدر تو انتروديوس الموبايل فيز ثرو الاستيشنري فيز ده، او زي ما كنا اتكلمنا المره اللي فاتت عشان نزود البيرفورمانس بنزود ال L اللي هو طول الكولم. طول الكولم ده عشان يزيد الموبايل فيز مش هيعرف يمشي من اول الكولم لاخره غير في وجود البامب. يبقى البامب الوظيفه الاساسيه بتاعتها بتعمل بامبنج للموبايل فيز تو ذا ستيشنري فيز، تمام. طيب البامب دي في شويه ريكويرمنت لازم تكون موجوده في البامب اللي انا بنقيها في الجهاز بتاعي. ايه بقى الريكويرمنت اللي محتاجينها في البامبنج سيستم دي؟ محتاجين ان هي تديني بريشر يوصل ل 500 بار. تخيل بقى 500 بار علشان يقدر الموبايل فيز يمشي بشكل منطقي وكويس جدا في تايم قليل لاخر الكولم. يبقى محتاجين نمبر 1 ان هي تديني حوالي بريشر 500 بار، وان هي تديني فلو ريت الرينج بتاعه يبقى من 0.1 ل 10 ملي بير مينيت. يبقى عندها القدره انها تعمل بامبنج للموبايل فيز من اول فلو ريت صغيره قوي توصل من 0.1 لغايه فلو ريت عاليه جدا اللي هي 10 ملي بير مينيت، وان هي تكون البامب دي ما تتاثرش بالاورجانيك سولفنتس اللي موجوده في الموبايل فيز، ما يحصلهاش كروجن. انتوا عارفين الموبايل الفيز ازاي، الاسيتونيترايل مثلا ممكن تعمل كروجن لبعض المواد. كروجن يعني ايه؟ تبتدي يعمل لها تاكلها، تاكل المواد الصلبه دي. الاورجانيك سولفنتس في منها حاجات فيري هيفي ممكن تاكل المواد الصلبه، الاسيتونيترايل بيدود البلاستيك مبدئيا مثلا. الاورجانيك سولفنتس لازم تكون البامب بتاعتي تقدر ان هي تستحمل الاورجانيك سولفنتس دي من غير ما يحصل لها كروجن، تمام كده. دي الريكويرمنت بتاع البامبنج سيستم. تعالى التايبس بتاع البامب، هم ثلاث انواع للبامب.
اللي بيبقوا موجودين في ال HPLC. هنشرح واحدة بالتفصيل التام، ودي أهم واحدة لأن هي اللي بتبقى common في أجهزة ال HP، ونتعرف على الاتنين بامبس التانيين، نعرف ال advantages وال disadvantages بتاعتهم. أول بامب هو reciprocating bump. reciprocating يعني كلمة reciprocating يعني ترددية، يعني اسمها كده ترددية، bump ترددية reciprocating bump. تاني نوع اسمه syringe type. تالت نوع pneumatic أو constant pressure type. طيب نتكلم على واحدة واحدة بالتفصيل. reciprocating bump والreciprocating bump دي أهم bump فيهم، لأن هي دي معظم أجهزة ال HP بيبقى فيها نوع البامب ده. الريسيبروكيتنج بامب دي الرسمة بتاعتها اللي قصادها اللي قصادكم دي، تتكون من ايه؟ ريسيبروكيتنج بامب عبارة عن سلندريكال تشامبر او شكل سلندر، زي ما انت شايفين الجزء اليمين في زي طول كده لونها ازرق، داخلة في استوانة رمادي. اوكي، الاستوانة الرمادي دي هو السلندريكال تشامبر. تمام. طب ايه كمان؟ بيكون فيها بيستون زي مكبس، اللي لونه أزرق ده اسمه مكبس. تمام. والمكبس ده بيبتدي ان هو يعمل حركة برة لجوة او من جوة لبرة. الحركة دي بتخلي الموبايل فيز يحصل له بامبينج بفلو ريت واضحة او ثابتة. طيب برضو الكلام ده علشان يبان او يظهر معايا كده جدا، انا جبت لكم فيديو يوضح لي الكلام ده بشكل واضح. انا طبعا في المحاضرات اللي كنت بعملها قبل كده كنت بشرح بالكتابه، فانا لقيت الفيديو ده ممكن يبقى مناسب شويه للشرح بتاعنا او يقدر يبين لنا. طيب الريسيبروكيتنج بامب دي بتبقى موجوده في الصناعه عادي، بس احنا هنشوف ازاي هي بتشتغل بقى، لو يعني الثيوري بتاعتها شكلها عامل ازاي. بص معايا، شوف الاسطوانة اللي على ايدك الشمال دي، هو دي البيستون بامب، خلاص موجودة في اسطوانة. السهم اللي متشار عليه ده البيستون، البيستون اللي هو المكبس. حلو الكلام. المكبس ده موجود في اسطوانة لفاه، ماشي كده. المكبس ده بص قصادك هتلاقي فيه اتنين فالف، واحد طالع اللي فوق والتاني داخل، خلاص. طيب شوف شكل البامب البوزيشن، شكل الفالف البوزيشن عامل ازاي. في واحد منه مكبوس تحت اللي هو اللي تحت، والتاني طالع لفوق. حلو. المكبس دلوقتي طالع لبره، طالع لبره يبقى بيحاول فاتح واحد، اول ما طلع بره قفل اللي كان فوق وفتح اللي تحت. لما فتح اللي تحت ابتدى الموبايل فيز يتحرك في اتجاه السهم ويملى الاسطوانة. ملى الاسطوانة، المكبس ابتدى يطلع لقدام. شوف بقى الحركة هتحصل ازاي. لما المكبس طلع لقدام جرى ايه بقى؟ جرى ان اللي كان مفتوح قفل واللي كان مقفول فتح. لما فتح اما حرك الموبايل فيز ومشاه في اتجاه الكولا. شفت حصل ازاي؟ هي دي بالظبط الفكرة بتاعت البامب اللي بتحصل في ال HPLC. ماشي كلام؟ شوف المنظر بعمل ازاي؟ هو بيتحرك برا، بيتحرك لجوه. كل ما بيتحرك كل ما البيس كل ما الفالفز دي بتتحرك تملى التشامبر اللي قصاد البيستون، وبعد كده تبتدي تحرك الموبايل فيز ويدخل على اتجاه الكولا. يبقى هو ماشي من تحت لفوق، من تحت كان في الريزرفوار او الموبايل فيز وطلع فوق في اتجاه الكولم. دي طريقه عمل الريسيبروكيتنج بامب. تمام. طيب ايه الادفانتجز بتاعت الريسيبروكيتنج بامب؟ اهم ادفانتجز للريسيبروكيتنج بامب عايزك تعرفها ان هو بيديني فوليوم للسولفنت انليميتد. كل ما المكبس اللي غيرت حجم الاسطوانه اللي فيه، كل ما زود نسب الموبايل فيز اللي بتدخل له، الفوليوم بتاع الموبايل فيز اللي بيدخل له. كل ما الفوليوم، كل ما قللت الحجم ده كل ما الموبايل فيز قل. يعني انا بايدي ان انا اتحكم في الفوليوم بتاع الموبايل فيز اللي بيدخل. الريسيبروكيتنج بامب دي بتشتغل في حالات الايزوكريتيك وفي حالات الجريدينت اوليوشن في الحالتين، وهي عشان كده هي most common في ال HPLC. وممكن تديني highly pressure، يعني ممكن توصل لي لل 500 بار اللي انا عايزاهم. وبيديني constant flow rate، يعني ايه؟ يعني وانا وهي لو انا زبطتها ان تديني flow rate 1 ملي بر منت، تفضل تديني ال 1 ملي بر منت ما تتغيرش خلال الحقنة، ما يفرقش معايا خالص، ما بتتغيرش flow rate بتاعها. تمام كده. دي من اهم الادفانتجز بتاع reciprocating bulb.
تاني نوع من البامب اسمها سيرنج بامب. دي رسمتها السيرنج بامب، شايف شكل سرنجة ازاي محطوط، بيتحط فيها الموبايل فيز وبعد كده بيبتدي ان هو يحصل له بامبينج. انا ما يهمنيش ان انت تعرف شكلها ازاي او بتشتغل ازاي، بس يهمني تعرف ان هي ليها ادفانتجز، ان هي بتديني كونستنت فلو ريت، وبتديني الفلو ريت دون مش متقطع، فلو ريت ثابت، خليها كونستنت فلو ريت، والفلو ريت ما بيبقاش فيه بولسز، ما بتحسش ان فيه بولسز وهو بيشتغل. ده الادفانتجز بتاعها. اما الديس ادفانتجز انما ينفعش استخدمها في جرينيت اليوشن، يعني ما ينفعش اغير الفلو ريت خلال الحقنه، يبقى فلو ريت ثابت من اول الحقنه لاخرها. والفوليوم بتاع الموبايل فيز مش زي ريسبريكيتنج بامب، انما لا الفوليوم بيبقى ليميتد، السولفنتس اللي ليها حجم معين، الحجم ده بس لو مليناه هو يديني الفوليوم بتاع الموبايل فيز، مش ممكن يديني حجم اكبر زي في حاله الريسبريكيتنج بامب. تمام. طيب تالت نوع من انواع البامب اللي اسمها نيوماتيك او كونستنت بريشر تايب. دي رسمتها ومش عايزاك برضو تعرف ديتيلز عنها، بس عايزاك تعرف ان هي ادفانتجز بتاعتها ايه والديس ادفانتجز ايه. من اهم الادفانتجز بتاعتها ان هي ممكن تديني كاباسيتي من الفلو، لارج فلو كاباسيتي، يعني ممكن تديني فوليومز مختلفه وكبيره جدا في الموبايل فيز تقدر انها تعمل لها بامبنج. اما من اهم الديس ادفانتجز بتاعتها ان هي بالظبط زي سيرين تشايب اللي هي الفلو ريت بتاعها او الفوليوم بتاعها بيكون كونستنس، وان هي بتستخدم في حالات الكولومد باكينج ماتيريال اكتر منها في حالات الاتش بي ال سي. فاكرين الكولومد باكينج، فاكرين الباكد كولوم. في الحالات الباكد كولوم لما بيبقى الكولوم عالي ممكن استخدم بامب تعمل بامبنج للموبايل فيز على الكولوم، ومعظم البامب موبايل فيز في وقتها بيكون نيوماتيك تايب، يعني نيوماتيك تايب من البامب. ما بيستخدمش كتير قوي في الاتش بي، عشان كده انا بيهمني جدا ان انت تعرف فكره عمل الريسيبروكيتنج بامب، لان معظم الاتش بي اللي سي بتشتغل بالثيريتي. في النوعين التانيين السيرنج بامب والنيوماتيك كونستنت بريشر بامب ما يهمنيش انك تعرف الادفانتجز والديس ادفانتجز بتاعتها. تمام. طيب دي بالنسبه تعالى بقى تاني جزء بعد البامب. ايه تاني جزء بعد البامب؟ كان السامبلينج انتروديوسينج سيستم. ايه سامبلينج انتروديوسينج سيستم؟ يعني ايه؟ دلوقتي احنا جبنا الموبايل فيز وعملنا له بامب وهندخله على الكولوم على الستيشنري فيز. طب اني خطوه هحط فيها السامبل بتاعتي؟ السامبل هتفصل ازاي؟ السامبل دخلت منين؟ السامبل هتدخل بعد البامب. ارجع للرسمه اللي شفناها في اول المحاضره. السامبل هتدخل بعد البامب على طول. هدخل السامبل ازاي؟ هو ده السامبلينج انتروديوسينج سيستم. طيب في السامبلينج انتروديوسينج سيستم انا بعمل انتروديوس للسامبل بسيرنج. عارف السرنجه اللي انت بتدي بيها حقن؟ بالظبط هي السرنجه دي. السرنجه دي بملا بيها السامبل بتاعتي وابتدي بقى ادخلها في السيستم اللي ماشي من الصبح ده. طيب هتدخل في ايه؟ هتدخل في لوب. شايف الرسمه اللي ظهرت دي؟ اللوب دون هدخل فيه السامبل بتاعتي. طب اللوب ده موجود ازاي؟ متركب ازاي جوه الجهاز؟ اللوب ده داخل في فالف. الفالف هو اللي ظهرت رسمته دلوقتي ده. شايف الفالف؟ شايف الهيد اللي موجوده دي؟ ده اسمه فالف. الفالف دي اللوب بيتركب في الفالف. الفالف دي عايزك تاخد بالك منها ان ليها تو بوزيشن زي ما مكتوب عندك في الرسمه، وضع لود ووضع انجكت. هي موجوده فعلا بالمنظر ده بالظبط في جهاز الاتش بي. الفالف دي موجوده ليها تو بوزيشن، بوزيشن اسمه لود والبوزيشن الثاني اسمه انجكت. طيب اللوب دون داخل ازاي في الفالف دي؟ داخل زي في الرسمه دي بالظبط. شايف الرسمه الثالثه اللي ظهرت؟ الرسمه الثالثه اللي ظهرت دي مبينه لك الفالف. شايف من ورا في حته ملفوفه؟ ده اللوب. حلو قوي. طب انا عندي اللوب اهو والفالف اهي. انا بقى هدخل السامبل بتاعتي ازاي؟ سامبل هاخدها متحضره من بره، هاخدها بسرنجه. وبعدين شايف النقطه اللي موجوده في الفالف دي؟ هدخل السرنجه فيها. الشكل هيبقى عامل كالاتي بالظبط كده. دي الفالف اهي داخله جوه الجهاز، وادي السرنجه اللي فيها السامبل بتاعتي بدخلها جوه الخرم اللي جوه الفالف دي، والخرم ده داخل على اللوب. حلو. طيب هوريك رسمه تانية تظهر لك شكل جانبي كده للاحداث. شايف اللي على الشمال دي السرنجه داخله جوه الفالف، الفالف اللي هو ليه ايد سودا دي. وشوف ورا، ورا في اللوب. اللوب ده هو اللي اللوب ده هو الوصله اللي بتدخل السامبل جوه الكولم.
ماشي الكلام؟ طيب المفروض بقى ايه اللي هيحصل؟ انا بقى عايزاك تعرف ايه اللي بيجرى في الجزء ده. في الجزء ده زي ما انت شايف انا قلت لك، خد بالك ان الفالف ليها تو بوزيشن، بوزيشن اسمه لود وبوزيشن اسمه انجكت. طيب انا لما باجي احقن السامبل بتاعتي بخلي الفالف دي طالعه في اتجاه اللود. حلو، لما بتبقى في اتجاه اللود بدخل السامبل بتاعتي جوه اللوب. طب هي اول ما تدخل جوه اللوب هيحصل لها تدخل من جوه اللوب على طول دايركت على الكولم؟ لا، ما بيحصلش كده. تفضل قاعده جوه اللوب شويه، بعد ما اخلص الحقنه بتاعتي وست في نفسي خالص اقوم عامله الفالف دي على وضع الانجكت، يقوم الفالف دون يتفتح في اتجاه الكولوم ويدخل السامبل بتاعتي جوه الكولوم. تمام، ده الكلام المكتوب على السلايد. by changing the position of the valve the loop can be switched in or out the stream of the mobile phase في اتجاه الموبايل فيز اللي رايح ناحيه الكولوم and passing from pump to the column when the loop is in the position out it can be filled with a sample on اللي هو a position out اللي هو وضع اللود. تمام، then the position of the loop is changing to allow the pass of the sample to the column لما يبقى في وضع الايه الانجكت. طيب انا هوريكم رسم دايجراماتيك فيجر يوريك ايه اللي بيحصل ده. بص وضع اللود على ايدك الشمال، ايه اللي حاصل في وضع اللود على ايدك الشمال؟ السيرنج دخلت وحقنت السامبل بتاعتي اللي لونها احمر دي. طيب تعالى نتبع كده السامبل ونشوفها هتمشي ازاي. السامبل ماشيه الحمراء دي هتكمل على الاتجاه الاورنج، الاورنج امشي مع الاورنج هيوصل للدرين. هل دخل جوه الكولم؟ ما دخلش جوه الكولم. طب هو فين الكولم في الرسمه دي؟ الكولم ده الكولم رسمته موجوده تو ذا كولم وفروم ذا بامب. ده في الفيلينج سامبل لوب. طيب انا دخل جوه الكولم، في حاجه في اتجاه دلوقتي خلاني اشوف ان السامبل اللي هي لونها احمر دي دخلت جوه الكولم؟ لا مفيش. طيب تعالى في الرسمه اليمين بقى في وضع الانجكت. في وضع الانجكت ايه اللي حصل؟ هل الرسم في فرق بين الرسمه اليمين والرسمه الشمال؟ في فرق. طب اتجاهات السامبل اللي كانت لونها احمر حصل ايه؟ حصل ان السويتش في اتجاه السهم من السيرنج على اليمين، فلما راحت على اليمين جت لي تو ذا كولم. طب انا عايزه افهم الكلام ده اكتر عشان مش باين. في رسمه برضو انا جبتها لكم ممكن توضح لي الاحداث اسهل. اهي بص كده، دلوقتي الكولم من على ايدك اليمين اهو، واللي لونه ازرق ده الموبايل فيز عمال يملى دخل جوه الكولم. حلو الكلام. هيحصل ايه بعد كده؟ هدخل بعد كده على ستيب 2. ستيب 2 ده ايه اللي بيحصل فيها؟ هيمسك السامبل، السامبل هي اللي لونها احمر اهي. عايزاك تاخد بالك من وضع الفالف، الاتجاهات بتاعت الفالف. السامبل ماشيه دخلت جوه الكولوم ما دخلتش جوه الكولوم. ركز بقى في الخطوه اللي جايه، الفالف هيتغير اتجاهاته، هيغير اتجاهاته ويعمل ايه؟ شوف اتحرك ازاي، اول ما اتحرك خلى السامبل تدخل جوه الكولم، وبعد كده مشي الموبايل فيس تاني. وحصل ايه بعد كده؟ بعد كده هيغير اتجاهاته لتاني مرة علشان يعمل جزء الووش. اهي شايفين ايه اللي حصل؟ اهو تمام. ده بالظبط نفس الفكره بتاعه ال مالي اللود والانجكت. هي اللي عايزاك تعرف ان وضع اللود بيختلف عن وضع الانجكت. بايديا انا بحرك الفالف واخليه يملى اللوب، وبعد كده لما يتغير اتجاهات الفالف يدخل جوه الكولوم. في وضع اللوب، في وضع اللود بيملى اللوب، وضع اللود بيملى اللوب. لما فضل انجكت بيفتح الاتجاه على الكولم بحيث ان هو يدخل السامبل من اللوب على الكولم. تمام، ده اللي عايزاك تعرفه في الانجكشن في اللوب في وضع الفالف او الانترودوسينج سيستم. طيب تالت حاجه بقى عايزاك تعرفها في الجزء بتاع الانسترومنتيشن اللي هو الستيشنري فيز. الستيشنري فيز احنا هنتكلم فيه على الكولوم
وعلى البري كولوم. في حاجتين في الاستيشنري فيز عايزك تعرفهم، الكولوم والبري كولوم. الكولوم هتكلم فيه على ثلاث حاجات في الكولوم، ازاي بوصف الكولوم او الكولوم ده بيبقى موجود في شكل ازاي او شكل الخارجي للكولوم ازاي، وعايزك تعرف الباكينج ماتيريال اللي جوه الكولوم ايه انواعها، وعايزك تعرف انواع بقى الاستيشنري فيز. احنا اتفقنا ان في حاجه اسمها باكينج ماتيريال وفي حاجه اسمها استيشنري فيز. الباكينج ماتيريال اللي هي السبورت اللي بيبقى عليه الاستيشنري فيز، تمام. اما التايبس بتاعت الاستيشنري فيز هي بقى الماده الاستيشنري فيز اللي بيحصل فيها البارتيشن بتاع السامبل بتوين الموبايل فيز والاستيشنري فيز. والحاجه الثانيه اللي عايزك تعرفها ديفينيشن جديد اسمه بري كولوم. طيب الاستيشنري فيز، الاستيشنري فيز زي ما انت اللي احنا عارفينه ان الاستيشنري فيز في الاتش بي ال سي بنعبر عنه بحاجه اسمها كولوم. حلو. الكولوم ده رسمته زي المنظر اللي انت شايفه فوق ده، كولوم بالظبط. كلمه كولوم عمود، هو اسمه عمود فصل. حلو. عمود فصل لون بيبقى ستانلس ستيل زي ما انت شايف في الرسمه اللي فوق دي. حلو قوي. لما باجي اوصف الكولوم بتاع الاتش بي بوصفه بثلاث حاجات، ثلاثه دايامترز بوصفه بيها. طوله، لازم ابقى عارفه طول الكولوم بتاعي كام، لازم ابقى عارفه الدايامتر بتاعه كام، عرضه كام، خلاص. ولازم ببقى عارفه البارتكل سايز اللي جوه الكولوم دي بيبقى حجمها كام. حلو. ف الكولوم بتاع ال HP اللينث بتاعها او طولها بيتراوح ما بين 5 لـ25 سنتي، تمام. والانترنال ديامتر بتاعتها بتتراوح من 4 لـ10 ملليمتر، تمام. والاستيشنري فيز بتاعها بيتراوح من 3 لـ10 ميكرومتر. لما باجي بقى اوصف اي كولوم في ال HP لازم اقول انا عندي كولوم كذا 250 4 و6 و5. مين الارقام اللي مكتوبه قصادك دي؟ 250 مليمتر اللي هي اللينس بتاعه، 4 و6 اللي هو الانترنال دايامتر بتاعها، والخمسة يعني البارتكل سايز حجمها ايه جوه. الرسمه اللي تحت دي بتوضح لك لو انا عملت كروس سيكشن للكولوم ده هيبقى شكله عامل ازاي. هيبقى الستانلس ستيل ده طبقه من بره، وجوه هيبقى جواها الباكينج ماتيريال اللي انا بقول الديامتر بتاعها الاخراني اللي هي الخمسة مايكرومتر دي، يعني بقول ان البارتكل سايز بتاعتها 5 مايكرومتر بس. حلو كده. يبقى ده ان انا بعمل ديسكريبشن لشكل الكولوم بتاع ال HPLC. طيب انا عايز اعرف بقى كمان حاجه وانا بعمل وانا بدرس الكولوم بتاع ال HPLC، لازم اعرف حاجه مهمه اللي هي الباكينج ماتيريال. الباكينج ماتيريال اللي هي المواد اللي بيبقى عليها الاستيشنري فيس. في منها نوعين، بليكولر بارتكلز ودي ام. بتبقى الباكينج ماتيريال عباره عن شكل سفيريكال وما بتبقاش مخرمه، بيبقى عباره عن كور. الكور دي زي الرسمه الموجوده قصادك عليها الاستيشنري فيس. حلو. الديامتر بتاع البليكولر بيبقى من 30 لـ40 ميكرومتر، خلاص. وبتبقى كفرد من بره بالاستيشنري فيس. الاستيشنري فيس بيكون بيبقى سيليكا او اين اكستشينج او اي ستيشنري فيز. وممكن كمان الليكويد ستيشنري فيز يحصل له ان هي يبقى موجود على البليكولر بارتكلز دي. يعني دلوقتي ممكن هي بتبقى سوليد كور عليها الاستيشنري فيز سواء ليكويد سواء سوليد. حلو كده. يبقى ده مين البليكولر بارتكل. طب تاني نوع اسمه ايه؟ تاني نوع اسمه بورس مايكرو بارتكلز. شكله عامل كده بالظبط. بيبقى الباكينج ماتيريال عباره عن، عارف المنخل اهو، بيبقى حاجه شبه المنخل كده بس بيبقى موجود على شكل بارتكل. الدايمتر بتاعها 5 مايكرومتر. فاكر لما قلت لك وانت بتوصف الكولوم قول لي الباكينج ماتيريال كام؟ اهي كل كوره، كل منخل من دول الدايمتر بتاعه 5 مايكرومتر وبيبقى مخرم. التخريمات دي الرينج بتاعها بيبقى من 3 لـ10 ميكرومتر، وبيبقى الكونتنت اللي موجوده كل خرم من الخروم دي بيبقى عليه الاستيشنري فيز. يعني الاستيشنري فيز موجود جوه الخروم بتاعه المنخل، مش موجود على شكل كور، لا جوه الخروم بتاعه المنخل في الاستيشنري فيز. بيبقى كوتد على شكل ثين اور ثين لاير جوه البورز دي. ده تاني نوع من الباكينج ماتيريال اسمه بورس مايكرو بارتكلز، تمام.
باقي لي بقى ان انا اعرف الستيشنري فيز بقى نفسه بيتكون من ايه. يعني دلوقتي الستيشنري فيز في الاتش بي ال سي بيبقى زي ما اتفقنا ان هو بيكون سوليد ستيشنري فيز. طيب السوليد ستيشنري فيز دون بيبقى عباره عن سيليكا. السيليكا ده التكوين بتاعها سي اي وتلاتة او اتش جروب. خلاص ده لما بيكون بالسيليكا بيبقى اسمه نورمال ستيشنري فيز. سيليكا وفيها او اتش جروب. السيليكا مع الاو اتش اسمها سيلينايل جروب. خلاص تمام. طيب ده سيليكا بيور. طب فلنفترض ان انا دلوقتي شلت الاتش جروب بتاعت الاو اتش اللي على السيليكا ودخلت اي الكايل جروب في السيليكا بتاعتي. في الحالة دي بدل ما كان اسمه نورمال فيز بقى اسمه ريفرسد فيز. ليه ريفرسد فيز؟ انا غيرته قلبته. بدل ما كان او اتش وكان هايلي بولر لا انا عملته حطيت عليه الكايل جروب. الالكايل جروب زي ما انتم عارفين ان هي بتبقى نون بولر. فشلت الاتش خالص وحطيت الكايل جروب عليها فسميته في الحاله دي ريفرسد فيز كولم. ماشي. في الريفرسد فيز زي ما انت شايف ادي السيليكا شلت الاتش جروب ودخلت الكايل جروب مكان الاتش جروب. ماشي الكلام. نشوف منظر تاني كده ليها في السيلينايل جروب اكتيفيتد. عملت لها دي اكتيفيشن فبقت دي اكتيفيتد سيلينايل جروب او ريفرسد فيز. هديك مثال للدي اكتيفيشن بتاع سيلينايل جروب لما افعلها مع تراي ميثايل سيلينايل. اهو ادي سيلينايل جروب او اتش شلت منها الاتش وحطيت عند السيليكا 3 سي 3 الكايل جروب فبقت كلها نون بولر وبقت دي اكتيفيتد ما بقتش اكتيف. شلت الاتش جروب اللي كانت مخليها اكتيف وخليتها دي اكتيف وسميت النوع ده من الستيشنري فيز ريفرسد فيز. تمام. ممكن الالكايل جروب اللي انا حطيتها احنا متفقين اهو دي الرسمه فيها سيلينايل جروب فيها او اتش جروب شلت الاو اتش جروب وحطيت الكايل جروب. الكايل جروب اللي هي برمز لها بالرمز الار. طيب هل الالكايل جروب لازم تكون الكين؟ الكين يعني ما فيهاش حاجه خالص غير سي واتش؟ لا بيقول لك ان هي ممكن يكون تنتهي بو اتش جروب برضو ويبقى في الحاله دي هيبقى اسمها هيدروكسيل جروب او تنتهي بالسي او او اتش وفي الحاله دي هيبقى اسمها كاربوكسيليك اسيد او تنتهي بالان اتش وتبقى في الحاله دي امينو او اس اتش واسمها سايول جروب. يبقى انا عندي دلوقتي لو هي سيليكا بيور بيبقى اسمه نورمال فيز. لو السيليكا عملت لها دي اكتيفيتد بيبقى اسمها ريفرسد فيز. ريفرسد فيز يا اما يكون الكين من غير اي اكتيف فانكشنال جروب وبيبقى في الحاله دي اسمه ار وبيبقى دي اكتيفيتد سيليكا وريفرسد فيز. ممكن الار دي تبقى احطها ار ومعاها او اتش جروب او معاها ان اتش جروب او معاها سي كاربوكسيليك جروب. يعني ممكن اغير في الار جروب واحط فيها اي فانكشنال جروب تانية. ليه انا بعمل كده؟ عشان اخلي الاستيشنري فيز ليه ديفرنت بولاريتي فيبقى ليه ديفرنت افينيتي لكل الكومباوندز اللي موجوده. ماشي. لان احنا اتفقنا ان لازم سامبل يكون ليها افينيتي للستيشنري فيز وافينيتي للموبايل فيز. تمام. يبقى ده تكوين الستيشنري فيز اللي في الكولوم. يبقى انا عرفت الدايمتر او الديسكريبشن بتاع الكولوم ايه هو وعرفت الباكينج ماتيريال ايه هي وايه هي الباكينج ماتيريال اللي هي الحاجات اللي بيبقى عليها الستيشنري فيز وعرفت انواع الستيشنري فيز اللي انا بستخدمها في الاتش بي ال سي. طب باقي لي بقى اعرف ايه البري كولوم. ايه هو البري كولوم؟ البري كولوم هو كولوم صغير بيتحط قبل الكولوم في بعض الاحيان مش لازم في كل الاحيان بيبقى فيه نفس الباكينج ماتيريال بتاع الكولوم. طب ايه لازمته ده؟ ده لازمته يا سيدي ان هو بيعمل ريموفينج لاي امبيوريتي موجوده في السولفنت قبل ما تدخل للكولوم. بيحافظ على الكولوم بيحافظ على اي كونتامينيشن فيه بيشيل اي مواد اضافيه ما بتبقى موجوده في السولفنت بحيث ان المواد دي ما تدخلش على الكولوم بس ما بيفصلش الماده بتاعتي. تمام. او ممكن وظيفته الثانيه ان هو بيخلي الموبايل فيز يحصل له ساتوريشن بالستيشنري فيز عشان لما يدخل يبقى يحصل الكومبيتيشن بين الموبايل فيز والستيشنري فيز بسهوله جدا. يبقى انا عايزه تعرف ان البري كولوم ده كولوم صغير بيبقى محطوط قبل الكولوم اللي انا بفصل بيه وبيبقى وظيفته الاساسيه انه بيشيل اي كونتامينيشن موجوده في الموبايل فيز عشان ما تبوظليش الكولوم. البري كولوم بنستخدمه كتير جدا واحنا بنعمل اناليسز للبلازما.
لما بتاخد عينات بلازما وفيها ماده واحد مثلا سي عايز تكشف عن مواد مخدره وفي خدت بلازما من اي بني ادم والبلازما دي فيها الدراج اللي انت عايز تكشف عليه، فانت بتحط بري كولوم قبل ما تعمل اناليسز للسامبل دي عشان يشيل لي البلازما اللي ممكن تبوظ لي الكولوم من الاساسي. ده مثال لاستخدام البري كولوم في الاناليسز. انا كده خلصت محاضرتي ويا رب يكون افدتكم، وشكرا جزيلا ليكم.